بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا كمان نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك والسلامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة، وخصوصا إن احنا بقالنا كام يوم في درجتين أو ثلاثة في زيادة في درجات الحرارة، وحاسين إن الجو طول النهار بيبقى لطيف أكتر من قبل كده. بالفعل يمكن احنا لسه مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية، تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها هذا الوقت من العام، لأن احنا بنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وصفاء الأجواء في معظم مناطق الجمهورية، بالإضافة كمان وجود مرتفع جوي في سطح الأرض مع كتل هوائية ما بين الجنوبية الشرقية إلى الجنوبية الغربية مرتفعة بدرجات حرارتها. فإحنا بالفعل خلال فترات الصباح الباكر بنحس بالأجواء المائلة للبرودة، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس بنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء حرة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار، لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويحصل تباين في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، بيوصل فرق درجات الحرارة ده حوالي 10 أو 12 درجة مئوية. أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بالإضافة كمان تكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير واللي بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية دايما مع حالات عدم حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، هو تكون الشبورة المائية، ده اللي هيستمر معانا خلال الأيام القادمة، شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وكثافتها بتزيد أكثر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. اليوم أيضا هيكون في نشاط رياح موجود في أقصى غرب البلاد عند السلوم، وهيكون مثير لبعض الرمال والأجربة، عشان كده احنا فترات النهار هنلاحظ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من شمال الصعيد أجربة عالقة، مش هيكون معاها نشاط رياح، لكن هتكون أجربة عالقة هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترات النهار، لكن بصفة عامة هي الأجواء متوقع إن شاء الله يكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع الاستقرار في الأحوال الجوية. يمكن فرص الأمطار متوقع إن هي تعود مع يوم الثلاث والأربع القادمين إن شاء الله على السواحل الشمالية، لكن كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليوم. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا دلوقتي سريعا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 15، العاصمة الإدارية العظمى فيها 24 والصغرى 14، اسكندرية 23-14، العالمين الجديدة 23-13، مطروح 23-14، دمياط 23-14، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-12. نروح للسويس العظمى فيها 24 والصغرى 13، العريش 23-12، كاترين 20-5، طابة 24-14، حلايب 26-19، شلاتين 28-19، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-17، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 12، بني سويف 24-10، الوادي الجديد 26-11، أسيوط 24-9، سوهاج 25-10، قنا 27-10، الأقصر 27-11، وأخيرا أسوان العظمى 28 والصغرى 12. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان تعليماتنا عن حالة الطقس النهاردة في شبورة الصبح بدري على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى. ناخد بالنا كويس قوي، الطرق الساحلية الزراعية فيها شبورة، لازم نلتزم بالتعليمات المرورية. كمان في يعني رياح وأتربة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية، كمان ناخد بالنا عشان نرجع بيوتنا بالسلامة. ونرجع مرة تانية لأحمد نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، وشكرا موصول طبعا لدكتورة منار غانم.